شنو رأيك في حوالات الميني جرام وهل استفاد منها المواطن البسيط أو لا؟ لا، لم يستفيد منها المواطن البسيط. شريحة معينة من معروفة اللي استفادت منها، مواطن بسيط لم يستفيد منها. مواطن بسيط حدود الداخل هو اللي ما يحصلش، يمشي ما يحصلش. يستفيد منها إذا كان عنده حالة واحد مريض، إذا كان عنده حد مريض يستفيد منها. أما إذا كان يتاجر متاجر وهني ما يستفيدش منها، لا الشخص الصغير. لكن المريض يفترض يجيب دليل وإثبات أنه عنده حالة مرضية، عنده حالة إثبات للمصرف، على ضوء يصرف للمصرف بالمنطقية بالعقل العملية، يجيب ما يثبت والمصرف يتكفل بالموضوع. وهنا مفروض في ربط بين المصرف وبين الصحة، بين قطاع المصرف والصحة. بالعكس يعني المواطن البسيط ما شافش منها شيء، يعني كلها في ناس قدرت تشتغل عليها. المواطن البسيط في اللي قدم فيها ما شافش منها شيء بكل. في ناس دارتها شغل، معاش دارتها محتاجت لها ولا يعني اللي قاعد ينهي فيها ويطلع ياخذها برا ويرد. فهمت كيف؟ وبدها تحكر حتى على جماعه المصارف نفسهم، يعني مش حتى قدم ما بينهم وانت تجي تقدم ما تحك شيء منها بكل. بالنسبه للحوالات يعني المواطن البسيط ما استفادش منها. اللي استفاد منها هو اللي يشتغل في المصرف ولا عنده واسطه ولا عنده. بالنسبه للمواطن البسيط ما عندهش اي برنامج حوالات عليه، يعني ما استفادش منها بكل. هو البادي الحوالات هذه مش صالح المواطن، انه مش حيقعد في متناول مبلغ ما في جيبه. يعني انا من رايي هيك انه مش حيقعد في المواطن العادي حيتعب منها. ناس خاص معينه مستفيد منها، لكن المواطن العادي حيتعب منها. ممكن في اللي قد راتبه خاصه الدخل المحدود حيتعب واجد. يعني المواطن البسيط مش هيكون في خسائر. بالنسبة تو حاليا مسافرين عنه، وهي القصة كلها لما يجي يشتري من برا مش كيف يشتري من مصر، فهنا يكون في عملية استغلال. بس فانا ننصح المواطن حد ذاته انه هو لما يبي يفكر يشتري ما يشتريش من برا، يشتري والافضل انه يكون في مثلا في جهة تكون مسؤولة على الشيء هذا. والله بالنسبة للميليجرام طبعا مش كل المواطن يستفاد منه، لأن هم قلص الموضوع خلوه طبعا بالأسري بالكلام هذا كيف هذا، لكن ما فيش حد يستفيد منها طبعا. ومش جميع المصارف طبعا مسكت الموضوع هذا، ممكن المصارف الواحدة أكثر واحد خدم عليها، لكن مش كنا نحن طبعا في عندنا حساب المصرف الواحدة طبعا ما تقدرش تحول إلا ما تكون في حساب مصرف الواحدة، والأغلبية الشعب طبعا عدة المصارف طبعا. لكن هي بالنسبة للميلي جرام يعني أكثر الناس خدت الفلوس الذين حولون سواء كانت تونس أو مصر، والأغلبية مشابهة وخدت الفلوس ورد بحها نخر. هذا من جديد طبعا تاجر بنخر من جديد طبعا، لما يجي بحث هو 1400 أو 1600 ويجي بيع هنا ب 6400 طبعا مكسب كبير مش سهل. لا لا يسوي بسيط، لا يسوي عندنا تم أصبح التجارة بعيدة عن المواطن البسيط. هذه تجارة بين ناس مستفيدين منها، والمواطن البسيط برأينا ما يصير فيه العمل. يلا بكم والله الحوالات اللي يشوف فيها هنا إن كلها يعني اللفظ صحيح مباريات ما بين جماعة المصرف والحاشة اللي جنبهم وجماعة المقربين لهم، على كلها شغل دليلنا في بعضها. كلا إن المواطن البسيط يستفيد منها ما فيش، في اللي مريض وما استفادش منها برا، ما قدرش حتى باش يوصل اصلا بدقاك ومش عارف وتعال برقم والله ياخذ منك الاوراق تاع فحوش وبكره تعال تلقى اوراق قدامك وقع. هذه انا اللي شفت انا ان حد يستفاد منها، حد مستحق لها جد واستفاد منها ما اعتقدش اني شفت حد استفاد منها بصراحه. نسال الله ان يصلح حال البلاد والعباد. والله انا بالنسبه للمواطن البسيط ما اعتقدش انه استفاد منها بصراحه، ما اعتقدش انه هو استفاد من قصه المانيجرام هذه، ما اعتقدش استفاد منها. تهيألي ان هي الموضوع هذا استفادوا منه ناس معينه بس، مش كل الناس استفادوا منها، خاصه الانسان البسيط ما اعتقدش انه هو استفاد منها. يعني هو المواطن البسيط لو كان يحصل عليها يستفاد منها، لكن المواطن البسيط ما حصلش على اي حاجه. بالنسبه للمصرف اللي يخدم في المصرف هو واقاره، هم اللي يستفادوا منها. يعني
يعطوه بطاقة الفيزا هو اللي يحصل، انت بعد تقدم عليها ما تحصلهاش في الاول وفي التو. والله بالنسبه للمواطن البسيط ما شفتش منها شيء، عرفت استفادوا منها في رايي انا، ان استفادوا منها التجار عرفت، والناس اللي عندها يعني بالعربي نقول لك الناس اللي عندها واسطه عرفت، لكن بالنسبه للناس العاديين ما حقوش منها شيء عرفت، ياخذوا فيها بجنيه و40 عرفت، يبيعوا فيها ب7 و8 دولار، انت وصل ل7.5 و47 قرش، والمواطن العادي ما شافش منها شيء يعني، هذا راي ناس شخصي يعني.